أحبائنا إخوتنا بنات وأبناء رعية سيدة المعونات حارة فخر، توجه لإلكن باسمي وباسم أبونا يوسف وأبونا جوزيف وأبونا ألا بالتهاني بهالعيد وبالاتحاد مع أعضاء لجنة الوقف وأعضاء المجلس الرعوي، ونتذكر دائما ونذكر بعضنا البعض عيدنا عيد روحي، عيد تسبيح وشكر لربنا على نعمه وحضوره الدائم معنا، هو اللي قالنا ثقوا أنا هو لا تخافوا. ومن هوني عيدنا عيد تسبيح، ولكن كمان شكر لربنا على أمنا مريم سيدة المعونات، برفقتها بدنا نجدد إيماننا بربنا، توبتنا ورجوعنا لإله بالقلب والفكر والأعمال. بمدرستها كمان بدنا نزداد تضامن وتآخي وتعاون مع بعضنا البعض، وننمي بروح بعضنا البعض الرجاء والأمل والفرح من خلال خدمتنا الروحية والمعنوية والمادية والاجتماعية. وبهالأجواء كنا بكل قناعة وبكل ثقة وبصوت عالي نصرخ كل عيد سيدي وانتو بخير. يا أمنا يا مريم العذراء، إليك نلتجي في كل حين، تشفي